خلينا سريعا ناخد مشاركات حضراتكم وتفاعلكم معانا من خلال صفحات القناة المختلفة. وكان سؤالنا النهاردة بيتعلق بموسيماني وبعد تحقيقه 3 بطولات وميدالية برونزية في كأس العالم، ايه الرسالة اللي انت حابب توجهها للمدير الفني للنادي الأهلي؟ نبتدي بمحمد أبو حلاوة واللي قال كل بطولة حققناها أصبحت من الماضي طبعا، وهي دي ثقافة الأهلي وجمهوره، ونحن حاليا نتطلع مع بيتسو للأفضل بإذن الله، نريد المزيد من البطولات القارية يا رب والحفاظ على البطولات المحلية كما تعودنا إن شاء الله، وهذا لا يأتي إلا بمزيد من التركيز والعمل الشاق. كل الدعم والمساندة الجماهيرية لمستر بيتسو وجهازه المعاون. يا سلام عليك يا أبو حميد. طيب خلينا كمان ناخد تعليقين، آخر تعليقين معنا. إبراهيم الشرقاوي قال نحب نقول له عندك سوبر مصري ودوري وكاس وافريقيا احنا محتاجينهم عشان ما فرحناش بقالنا 3 ايام. ماشي، خلينا كمان نروح لعمرو السيد واللي قال في ظهرك ومعاك بكل الدعم واثقين فيك وعارفين انك هتبقى قد الثقه دي، منتظرين منك الاكتر باذن الله، حظك انك وقعت في قلعه البطولات ومع جمهور لا يشبع منها، وهي دي الثقافه الخاصة دايما بجمهور النادي الأهلي. بنخلص أي بطولة بنفكر في اللي جاية ومنشبعش دايما بطولات، وإن شاء الله موسيماني والفريق يكونوا موفقين في حصد المزيد والمزيد من الألقاب.